إنها 7:30 مساء بتوقيت بيروت. أهلا بكم إلى المسائية من المستقبل مستهلة بالعناوين مع هنادي زيدان. مساء الخير وإلى عناوين النشرة. مش مظبوط هيدا التعامل بالنسبة لتأليف الحكومة هلأ. معرقلو تأليف الحكومة متمسكون بشروطهم رغم المساعي لإحداث خرق في جدار الأزمة. تجديد المقاتل على الدين السيادية. تقرير موديس بشأن لبنان يحذر من ازدياد المخاطر على السيولة الحكومية والاستقرار المالي. الاحتلال الإسرائيلي يشعل محافظات الضفة الغربية وعشرات الآليات تقتحم البير ورام الله. يا الله مش وقت كادو عيدة لسميرة هلأ. خلص رح جيب لها الجزدين. تانت وداد اشتري ببطاقة بلوم بس ادفعي بالنقط يلي مجمعتيهم. بس تشتري غراض من الانترنت فيكي ما تستعمل مصرياتك، بتقدري عبر الإبلوم تحصل على الغراض اللي بدك ياهن من خلال الجولدن بوينتس اللي مجمعتيهن. خي بيضنا وجهنا مع سميرة وما دفعنا ولا ليرة. إبلوم تكنولوجيا بتسهل لك حياتك. أهلا بكم. اختراق الأزمة الحكومية ينتظر والبلاد مشدودة إلى نتائج الاتصالات واللقاءات التي يجريها رئيس الجمهورية ميشيل عون تمهيدا للاجتماع المرتقب مع الرئيس المكلف سعد الحريري. غير أن ما لفت إليه المراقبون الاقتصاديون اليوم في عز حال الانتظار تحذير وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية والتي أعلنت عن تعديلها النظرة المستقبلية لتصنيف لبنان من مستقرة إلى سلبية، محذرة من ازدياد المخاطر على السيولة الحكومية والاستقرار. تقرير موديز أتبعه وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل بتغريدة أكد فيها أن التقرير يفرض على الجميع الانتباه إلى المضمون الصحيح الذي يؤكد على أهمية تشكيل الحكومة والبدء بالإصلاحات لإعادة الثقة وتخفيف معدل المخاطر والعجز، وأضاف إذا كان هذا الأمر ممكن الآن فربما سنخسر فرصته بعد أشهر إذا ما بقيت النظرة السلبية نفسها. أما البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ومن بعبدة فقد أكد أن التعامل الحالي مع تأليف الحكومة ليس صحيحا، وكأن كل أحد بات متشبثا بموقفه ومتمسكا بمطلبه وتساءل ماذا سيحل بالشعب وبالدولة والمؤسسات والاقتصاد المنهار والأخطار المالية. إقليميا صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءاتها وأشعلت مدن الضفة الغربية حاصدة شهيدا وعشرات الإصابات على خلفية مقتل الجنديين الإسرائيليين يوم الخميس. يمنيا أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجوائر أن تطبيق اتفاق ستوكهولم يمثل خطوة مهمة في الوصول إلى حل سياسي في اليمن يضمن استعادة الدولة وأمن واستقرار وسلامة ووحدة الأراضي اليمنية. وقبل الدخول في التصنيفات وما تحمله من تحذيرات ومخاطر على لبنان نتوقف عند الإبداع والتمايز، فقد نجحت المتسلقة اللبنانية جوس عزام برفع العلم اللبناني عند أعلى قمة في القارة القطبية الجنوبية، ومن أعلى القمم اتصال بالرئيس سعد الحريري الذي دعم خطوتها. على ارتفاع 4892 مترا ارتفع العلم اللبناني. إنها اللبنانية جويس عزام التي وصلت إلى قمة فينسون الأعلى في أنتاركتيكا بعد أن تسلقت 5 قمم أخرى وتستعد لتكمل حلمها بتسلق قمة إيفرست ضمن مشروع 7 سامتس لتكون اللبنانية الأولى التي تسلقت القمم 7. ومن أنتاركتيكا أجرت عزام اتصالا بالرئيس سعد الحريري الداعم الأول لها، كما وشكرت دعم ألفا وتلفزيون مستقبل. ألو مرحبا دولة الرئيس. هاي جويس كيفك؟ كيف صحتك؟ كتر خير ألا. أنا عم بحكيك من أنتاركتيكا من فينسنت بيس كامب. نحن فخورين فيك كثير يا جويس، إن شاء الله أول ما ترجع نشوفك. أكيد أكيد بيكون شرف لإلي، وهيدا سادس أمي بكون رفعت عليها علم لبنان. أنا كتير 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 مبسوطة وفخورة بكون أول لبنانية عم بعمل هالمشروع، وأكيد بفضل دعمك. الله يخليك، يلا رجعي لنا بسيفتي إن شاء الله. هو إنجاز لبناني جديد بتوقيع نسائي.
ومن قمم الإبداع اللبناني إلى الصورة القاتمة التي ترتسم للاقتصاد اللبناني بفعل العرقلة الحاصلة بتأليف الحكومة، فمضمون تقرير موديز ونظرته إلى الاقتصاد حمل تحذيرا من ازدياد المخاطر على السيولة الحكومية والاستقرار المالي. التقرير لباس الخطيب. ليس على ما يرام هو الوضع الاقتصادي في لبنان، المؤشرات نزولية وليست تصاعدية، وها هي وكالة موديز للتصنيف الائتماني تؤكد تصنيف لبنان عند B3، إلا أنها تعدل نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية إثر تصاعد التوترات الداخلية والجيوسياسية. أما النظرة المستقبلية السلبية للبنان فسببها زيادة المخاطر على وضع السيولة الحكومية والاستقرار المالي في البلاد. ماذا يعني ذلك؟ ذلك يعني مخاطر أكثر، فوائد أكثر للاستدانة، انكماش اقتصادي، غلاء الأسعار، تأزم الوضع المعيشي، وتراجع القدرة الشرائية. الخبير الاقتصادي غازي وزني رأى أن هناك تأثيرات مهمة جدا لنظرة وكالة موديز. أولا أنه بتزيد المخاطر على الديون السيادية، هذا يعني أنه بالمرحلة المقبلة معدلات الفوائد في لبنان الاستدانة سترتفع. هذا هو الضرر الكبير جدا. ارتفاع الفوائد في لبنان يعني زيادة الانكماش الاقتصادي، يعني زيادة ارتفاع أسعار السلع والخدمات، يعني زيادة تأزم الوضع الاجتماعي والمعيشي للمواطنين، يعني زيادة ضعف القدرة الشرائية للناس. المطلوب اليوم الإسراع بتشكيل الحكومة والإسراع أيضا إلى معالجة الأسباب التي أدت إلى قيام موديز بتخفيض التصنيف المستقبلي ووضعه في الخانة السلبية. اللي مستند اولا بالدرجه الاولى الى الشلل في تاليف الحكومه او الشلل السياسي اللي عم نعيشه، يعني تاليف الحكومه هو عامل مساعد بشكل كبير جدا، والسبب الثاني اللي بيستند عليها موديز هو العجز الكبير جدا بالماليه العامه اللي صارت بالحكومه، لكن بدها تستفيد من مؤتمر ساد خفض العجز بالماليه العامه. السبب اللي بيستند عليها موديز هو ضخامه الدين العام اللي بنهايه العام 2018 سيصل ل 85 مليار دولار، اي ما يقارب اكثر من 155% من الناتج المحلي، اي وقف تمام الدين العام. اضافه الى النقطه الاخيره التي استندت اليها موديز هي ضعف النمو الاقتصادي الذي سيكون اقل من 1% والعجز الكبير جدا في الحساب الجاري. اما معالجه الاسباب التي أدت إلى توقعات سلبية لوكالة موديز فهي الكفيلة بتحسين هذا التصنيف لاقتصادي لبنان. أكد البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي من بعبدة أن الجميع يتحمل مسؤولية تأخير ولادة الحكومة، وشدد على ضرورة وضع مصلحة البلد في الطليعة. شكل الملف الحكومي والتحديات التي يواجهها لبنان اقتصاديا وماليا واجتماعيا نتيجة تأخر تشكيل الحكومة محور لقاء رئيس الجمهورية ميشيل عون مع البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي، الذي حمل مسؤولية هذا التأخر لكل الفئات المعنية بتأليف الحكومة، داعيا إياهم إلى وضع مصلحة البلد والمواطنين نصب أعينهم. كما دعا البطريرك الراعي رئيس الجمهورية إلى القداس السنوي لعيد الميلاد الذي يقام في بكركي. في خيمة رئيس الجمهورية هو بيحمل هالمسؤولية مع كل الفئات اللبنانية، لأنه كمان الجمهورية ما بتوقع بس على شخص الرئيس، ولكن توقع على كل مواطن لبناني. كلنا مسؤولين كل واحد من موقعه، وخاصة المعنيين بشؤون تأليف الحكومة. وصلنا لمرحلة أنه ما فينا إلا نقول ما مش مزبوط هيدا التعامل بالنسبة لتأليف الحكومة هلأ، مش مزبوط انه نحن وكأنه القضية قضية كل واحد مشبث بموقفه ومتمسك بمطلبه وخلص. طب ونعمل بالشعب؟ شو بنعمل بالدولة؟ شو بنعمل بالمؤسسات؟ شو بنعمل بالاقتصاد المنهار؟ شو بنعمل بالأخطار المالية؟ هودي مين مسؤول عنهم؟ إذا ما فينا نعمل عمل سياسي ونترك هالأمور كلها مشان مواقف شخصية، أول شيء بده واحد يفكر بالمسؤولية المشتركة. طبعا هو بانتظار دولة الرئيس المكلف، حتى لما بيرجع يرجع يتحدثوا بالشؤون اللي هي مطروحة، ولكن ما في يقدر يحكي بحلول الرئيس
إذا ما كان موجود رئيس المكلف، وإذا ما وقفوا قدام مسؤولياتهم كل الجهات والمكونات السياسية في لبنان. وفيما أكد البطريرك الراعي أن الرئيس عون بانتظار عودة الرئيس المكلف سعد الحريري للتشاور بالمستجدات الحكومية، أكدت مصادر مطلعة لتلفزيون المستقبل أن الرئيس عون سيعقد اجتماعا تقييميا مع الرئيس الحريري خلال لقائهما المرتقب لإطلاعه على نتائج مشاوراته مع بعض الأطراف السياسية التي أطلقت مواقف لابد من متابعتها لمعرفة الخطوات التي تليها. وشددت المصادر على أن الكلام الذي يصدر حول تمسك الرئيس عون بالثلث المعطل غير صحيحة، وهو لم يطالب يوما به ولم يكن هدفه الحصول عليه، مشيرة إلى أنه معني فقط بالتمثيل الرئاسي المكون من 4 وزراء وفقا للصلاحيات الدستورية المعطاة له. في وقت يبدي الرؤساء الثلاثة تفاؤلا بقرب تشكيل الحكومة، يواصل المعرقلون وضع لوصي في الدواليب، فيما المواطن يرفع الصوت علّه يسمع من به صمم. التقرير لربيع شطف. نفحات تفاؤلية بقرب تشكيل الحكومة لاحت في أفق بعبدة وعين التيني، وعززها الرئيس سعد الحريري بجرعة أخرى من لندن. في هذا الوقت التزم المعرقلون تشاؤمهم رامين نوابهم الستة في وجه الرئاسات الثلاث. هول بالسياسة جايين دون يحجموا تيار المستقبل، وبدهم يحجموا دولة الرئيس سعد الحريري. هلا ما هني ولا الأكبر منهم بيحجم سعد الحريري يعني، بس إنه بالنهاية هيدا هدفهم، إنه هيدي عرقلة بس لعدم تشكيل الحكومة، لأنه بالنسبة لنا حزب الله ما بده تشكيل الحكومة، لأنه بيعتبر إنه لبنان هي ورقة في يستعملها بوجه الأمريكاني بوجه المجتمع الدولي، وأنا فيني ورقة فيني حارب فيها أمريكا وإسرائيل وإلى آخره. هيدا الشيء اللي ما بدنا إياه، وهيدا الشيء اللي كل عمرنا عم نتوجه لحزب الله فيه، عم نقول له يا خي فكر بلبنانيتك قبل ما تفكر لي بالخارج، فكر إنه هالبلد رح يفرط، فكر إنه شبابنا ببقى في عندهم ثقة بالدولة، فكر إنه شبابنا ببقى في لقمة عيش ياكلوها، ما بقى في وظائف عم يفكروا فيها، ما بقى ينتموا لهالبلد، وبدهم كل شيء يعملوه إنه يتخرجوا ويسافروا. البلاد لم تعد تحتمل تصلب مبتدعي العقد، والأزمة الاقتصادية ترتفع أسهمها شيئا فشيئا، والمواطنون تغص مواقعهم الافتراضية بالشكاوى من تردي الأوضاع. هل تكون الحكومة على العيد، قبل العيد، بعد العيد؟ هذه مواعيد نظرية. لا. الأمل ضروري، عاجلا أم آجلا سوف تتشكل حكومة. هلا أكيد في حكومة، ما في البلد ما رح يضل بلا حكومة، أما المشكلة أو السؤال المطروح هو شكل هذه الحكومة. أي وزير من الفريق السداسي سنة 8 أزار، أي واحد منهم هذا جزء من فريق النظام السوري وحزب الله. بيمشوا مع رئيس الجمهورية طبعا، طالما رئيس الجمهورية ملتزم بمقتضيات التحالف والانضواء والاندراج داخل منظومة الممانعة. الرئيس الحريري لا يتراجع عن موقفه الرافض توزير واحد من نواب سنة حزب الله، هذا ما يؤكده المقربون الذين يشددون على أن بيت الوسط لا ينغش بأفلام الحزب التي باتت محروقة. ومن طرابلس أكد الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري التعاطي بإيجابية مع مبادرة رئيس الجمهورية، مشددا في الوقت نفسه على أن الرئيس سعد الحريري لا يسير بحكومة يحدد مواصفاتها حزب الله. شدد الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري على التعاطي الإيجابي مع مبادرة رئيس الجمهورية ميشيل عون وإفساح المجال أمام الحوار الهادئ. وخلال حفل إطلاق شبكة سبوت نيوز الإعلامية في طرابلس، أشار الحريري إلى أن مواقف النواب السنة الستة بعد لقاء بعبدة تؤشر إلى سلبية ونوايا واضحة بالاستمرار في واجهة التعطيل الحكومي. رئيس الحريري ما تأخر ولا يوم عن تقديم التضحيات، بس تكون التضحيات لمصلحة البلد. تاريخه بيشهد بهذا الشيء. مطروح اليوم ما له علاقة بمصلحة البلد، هو محاولة موصوفة للتسلل للبيت السياسي وللتمثيل السياسي للرئيس الحريري. المطلوب من هذا التسلل، مطلوب للرئيس الحريري انه يخضع لإرادة حزب الله، لمجموعة نيابية بتمثل حزب الله، وهذا الشيء ما رح يصير لا اليوم ولا بكرة ولا بعد 100 سنة. فبركوا مشكلة وعليهم هن
يحلوا. فخامة الرئيس قال من اللحظة الأولى هيدي المجموعة ما إلها حق بالتوزير. اللي بدنا نقوله إنه رئيس الحريري ما حيمشي بحكومة بحدد مواصفاتها حزب الله. حكومته جاهزة ومعروفة لدى رئيس الجمهورية ورئيس المجلس وكل المعنيين. الحريري لفت إلى أن التعطيل اليوم أصبح في وجه رئيس الجمهورية سائلا عن الهدف من التعطيل. إذا كان الهدف كسر رئيس الحريري من خلال شتى أنواع الضغوطات اللي عم بيمارسوها أمنية وإعلامية وسياسية، فصار الوقت يعرفوا أنه الرئيس سعد الحريري ما حينكسر بإرادة ربنا سبحانه وتعالى. هو اليوم بالمعادلة الوطنية والعربية والدولية أقوى من أي وقت تاني. صار لازم يعرفوا أنه التمسك بالتسوية بين الحريري وعون هو نتيجة قناعة مشتركة لتأمين مصلحة البلد وحماية الاستقرار السياسي والاجتماعي. بدوره أشار مدير عام شبكة سبوت نيوز الزميل عبدالله بارودي إلى أن الشبكة ستطلق خلال الأسابيع القليلة المقبلة جائزة الإبداع الإعلامي لتكون مناسبة سنوية منتظرة يكرم خلالها الجسم الإعلامي اللبناني. سبوت نيوز هي فضلا عن أنه طبعا هي ويب سايت موقع بتابع أول بأول كل الشؤون العربية والمحلية والعالمية ومن هناك، نحن بنعتمد بشغلنا على التقارير المصورة، يعني نحن كل شغلنا حتشوفوا هلا بعد شوي، يعني ما في شيء تقريبا كتير كتابي، أغلبيته مصور بوقت كتير صغير، بنستعمل جودة وتقنية عالية إن كان ناحية الصورة، الصوت وحتى الموسيقى. وخلال الحفل جرى تكريم النائب السابق خضر حبيب بعد تماثله للشفاء. وكان أحمد الحريري استهل جولته في طرابلس من مستشفى طرابلس الحكومي، حيث شارك في حفل افتتاح قسم التصوير النووي والعلاج بالأشعة، ثم لبى دعوة مستشفى طرابلس الحكومي إلى غداء في مطعم الشاطئ الفضي قبل أن ينتقل إلى مقر منسقية تيار المستقبل في طرابلس، حيث استقبل مراجعات أهالي المدينة وتابع طلباتهم. وزار الحريري أيضا منزل الوزير كبار مقدما واجب التعزية بوفاة شقيقته، وانتقل بعدها إلى مدرسة الرؤى في أبي سمرة حيث اطلع على حاجيتها قبل أن يختتم جولته بالمشاركة في المولد الذي أقامه عزام النشار في فندق لكواليتي إن في طرابلس. أعلنت قيادة الجيش عن استشهاد المجند رؤوف حسن يزبك متأثرا بجروحه البالغة التي أصيب بها الليلة الماضية في الاشتباكات التي وقعت في حي الشراوني في بعلبك. مرة جديدة لم تسلم وحدات الجيش اللبناني من الاعتداءات المتكررة عليها في حي الشراوني في بعلبك. ومع عودة الهدوء إلى الحي الذي شهد مساء الخميس تبادلا لإطلاق نار بين الجيش اللبناني وعدد من المسلحين، أعلنت قيادة الجيش عن استشهاد المجند الممددة خدماته رؤوف حسن يزبك صباح الجمعة متأثرا بجروحه التي أصيب بها أثناء الاشتباكات. وفي بيان النعي أشارت قيادة الجيش إلى أن الشهيد من مواليد 2/12/1997 وهو عاذب من بلدة نحل في بعلبك وحائز على تنويه وتهنئة العماد قائد الجيش. ووسط حزن شديد بدأت عائلة يزبك باستقبال المعزين باستشهاد ابنها الذي يشيع السبت الساعة 11 من قبل الظهر. يعني راح من كيسي ابنه، شايفته ماني مصدقة، ما عندي متولد، وأنا مربيته بكفوف إيدي لحتى ربي ولحتى قدمني للدولة. نحن رح نكمل هالطريق لأنه الجيش اللبناني هو شيء جبوت عند الوحيد، وفي ناس عم يحاولوا يخبوه. مقابل هاي التضحية بدنا دولتنا الكريمة والمسؤولين الأعزاء إنه يطلعوا بهاي الناس، خيرة شباب عم تروح بدون ثمن يعني. وكان الجيش أوضح حثيات المعارك التي وقعت مشيرا إلى أنه أثناء مرور دورية عسكرية حوالي الساعة 10 إلى ثلثا ليلة الخميس في محيط الشراونة تعرضت لإطلاق نار كثيف من قبل مسلحين.
وتزامن هذا الأمر مع إطلاق نار على مركز عسكري في حي الشراونة ومركز آخر في بلدة القصر في الهرمل، فرد الجيش على مصادر النيران ونتج عن الاشتباك إصابة 4 عسكريين أحدهم إصابته حرجة. وأكد بيان الجيش استقدام تعزيزات عسكرية إلى المنطقة لضبط الوضع وملاحقة مطلقي النار. من جانبهم أصدر آل جعفر بيانا أكدوا فيه أن كرامتهم من كرامة الوطن وأهلهم في بعلبك الهرمل، وأن الجيش اللبناني خط أحمر، مشددين على أن أي طابور خامس ليسوا مسؤولين عنه. أكد الرئيس سعد الحريري أن إنجازات قوى الأمن الداخلي في مكافحة الجريمة وبؤر الإرهاب والفارين من العدالة علامات مضيئة في السجل الناصع لقادتها. وفي تغريدة عبر تويتر قال الرئيس الحريري: أوجه تحية ثناء وتقدير إلى اللواء عماد عثمان رجل الأمانة والاستقامة والجرأة على رأس مؤسسة نذرت نفسها لاستقرار لبنان. حضر الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري وعائلته حفل تخرج نجلي حسام من أكاديمية ساند هيرست العسكرية الملكية، وهي كلية عسكرية بريطانية عريقة تم تأسيسها في العام 1802 وتعتبر مركز تدريب أساس لضباط الجيش البريطاني. ونشر الرئيس الحريري مجموعة من الصور عبر حسابه على إنستغرام وأرفقها بعبارة: بعيدا عن عملي في السياسة أنا اليوم فخور بعمل كاب. استكمالا لحملتها، وزارة الاقتصاد تصادر 8 مولدات مخالفة في صيدا ومولدا واحدا في منطقة الحدث. تستمر حملة مصادرة المولدات التي لم يلتزم أصحابها بقرار وزارة الاقتصاد بتركيب العدادات، فقد صادرت الوزارة 8 مولدات في السوق التجارية لمدينة صيدا تعود لصاحبها المخالف خضر حداد. وزير الاقتصاد كان وعدنا على الإعلام أنه هو ينفذ القرار وخلال شهر 10 منشوف العملية إذا فيها شوائب على الأرض من علجة من ناحية التسعيرة ومن ناحية الأمكنة ومن ناحية الحمل. اليوم نحن نفذنا، في كتير من الناس نفذت وبنسب كتير عالية، شهر 10 وشهر 11 تبين عندنا شوائب، ونحن منطالب الوزير أكثر من مرة أنه نعالج هيدي الشوائب ما عم بيرد علينا. وكيل صاحب المولدات المصادرة المحامي سامر حداد اعتبر أن وزارة الاقتصاد لم تلحظ مصالح أصحاب المولدات الخاصة التي تشغل فقط لساعات قليلة. السوق هون ما بقلبه أماكن لتركيب عدادات، يعني الأماكن ضيقة وما فيها أقسام مشتركة لتركيب عدادات، عم نعاني من هيدي المشكلة وطلبنا من المعنيين حتى نأمن أماكن لحتى نركب عدادات وما تعاونوا معنا، أو بالأحرى في معضلة بهذا الموضوع غير قابلة للحل لأنه ما في أماكن لتركيب عدادات. ثانيا قرار الوزير، نرجع للنقطة الأولى، قرار الوزير قرار بيتعلق بتنظيم عمل المولدات بتسعيرة محددة، هالتسعيرة مشحفة بالواقع الموجود بسوق صيدا، لأنه سوق صيدا بضوي من الساعة 9 صباحا للساعة 5، مش بضوي من الساعة 24 ساعة. وبما أنه سيتم تسليم البلدية المولدات لتتكفل بتشغيلها إلى حين تركيب العدادات من قبل المخالفين، هل ستتمكن من استيعاب كل المولدات المخالفة؟ يعني في شيء محدود، أما تقول لي والله استلم كل صيدا، لا، كثير منهم عم يركبوا عدادات، يعني نتأمل أنه ما يصير في لزوم للبلدية تأخذ أكثر من طاقتها يعني. وتمنى السعود على أصحاب المولدات الالتزام بتركيب العدادات، مشيرا إلى أن البلدية لا تريد أن يظلم المواطن ولا أصحاب المولدات. وفي الحدث صادر مراقبو وزارة الاقتصاد مولد المدعو جوزيف يونس لمخالفته قرارها بتركيب العدادات. وفي البقاع قطع عدد من موظفي معمل ميموزا الطريق أمام قصر العدل في زحل، وذلك بعد توقيف رئيس بلدية قاع الريم وصاحب معمل ميموزا وسام التنوري بإشارة من مدعي عام البيئة القاضي إياد البردان مطالبين بإطلاق سراحه. ولاحقا تم إطلاق سراح التنوري على أن تستكمل الإجراءات في ملف تلوث البردون. تتابعونا بعد الفاصل. جريفيث: اتفاق الحديدة خطوة لحل الأزمة اليمنية.
ومقتل إرهابي ستراسبورغ وداعش يتبنى. أهلا بكم من جديد. في التطورات الفلسطينية، عشرات الآليات العسكرية اقتحمت البيري ورام الله بالضفة الغربية المحتلة، ونتنياهو يهدد بخطوات عقابية شديدة ضد الفلسطينيين على خلفية مقتل جنديين الخميس الماضي. أشعلت قوات الاحتلال الإسرائيلي محافظات الضفة الغربية المحتلة مستخدمة الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الصوتية والغازية، وشهدت سيارات الإسعاف الفلسطينية تنقل عشرات المصابين من مكان المواجهات. عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية اقتحمت مدينتي البيري ورام الله عقب اشتباكات عنيفة مع الفلسطينيين على خلفية مقتل جنديين إسرائيليين في رام الله الخميس. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب فلسطيني جراء تعرضه للرصاص في مواجهات اندلعت في مخيم الجلزون شرق رام الله. وفي الخليل اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في باب الزاوية، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال انتشرت في المنطقة واعتلت أسطح المنازل وأطلقت القنابل في اتجاه الفلسطينيين، في حين عمد المستوطنون إلى إغلاق الشارع الرئيس قرب مستوطنة نجهوت جنوب مدينة دوارة بعد تنظيمهم مسيرة في المنطقة. وفي نابلس أصيب العشرات خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في مواقع عدة من نقاط التماس، منها حاجز حوارة وقرية اللبن الشرقية وبلدة عريف. أما في غزة، وككل جمعة أصيب العشرات في جمعة المقاومة حق مشروع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة. مصادر طبية أشارت إلى أن قوات الاحتلال استهدفت أطقم الخدمات الطبية بقنابل الغاز في شكل مباشر. إشادة في مجلس الأمن الدولي بالجهد الذي بذله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من أجل نجاح مفاوضات السويد حول اليمن. في جلسة إحاطة لمجلس الأمن حول محادثات السويد بين الأطراف اليمنية، وجه المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن جريفيث شكره لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي قدم الدعم الحيوي والشخصي لإنجاح المفاوضات في وقت ثمن تعاون الأطراف اليمنية والرئيس اليمني عبد رب منصور هادي في سبيل تحقيق هذا الإنجاز. وأوضح جريفيث الذي قدم إحاطته عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من الأردن أن مستوى الثقة بين الأطراف اليمنية يرتفع بعد الاتفاق على انسحاب كافة الأطراف المسلحة من مدينة الحديدة وإشراف الأمم المتحدة على مينائها، مضيفا أنه سوف تفتح ممرات إنسانية في مدينة تعز لإيصال المساعدات الإنسانية، بينما سيبدأ تبادل الأسرى منتصف الشهر المقبل ليشمل 4000 معتقل. بدوره اعتبر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك أن اتفاق الحديدة يقربنا من وقف حقيقي للأعمال العدائية، كاشفا عن مساعي لاعتماد تدابير لمنع المجاعة وتوفير الحماية لإمدادات الغذاء في اليمن. وفي المواقف، أعلن مصدر رسمي سعودي أن المملكة الملتزمة بالوصول إلى حل سياسي مثمنا دور الحكومة الشرعية للتوصل إلى هذا الاتفاق، كما شكر المملكة السويد لاستضافتها للمفاوضات مشددا على ضرورة أن يغلب الحوثيون مصلحة الشعب اليمني والالتزام بالقرارات الدولية. وترافق ذلك مع تأكيد وزير الخارجية السعودية عادل الجبير على الجهود التي بذلها ولي العهد السعودي لإنجاح المفاوضات. عبر الرئيس رجب طيب أردوغان عن قلقه من الأوضاع في الشمال السوري، وذلك في اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أردوغان كان أكد أن القوات التركية ستدخل إلى منبج إذا لم تخرج الولايات المتحدة وحدات الشعب الكردية من المنطقة، معتبرا أن بلاده خسرت ما يكفي من الوقت ولن تتحمل تأخير يوم واحد. من جهتها، قوات سوريا الديمقراطية التي سيطرت على بلدة هجين أعلنت النفير العام فيما رأت أحزاب كردية أن التهديدات تصل إلى إعلان حرب، ودعت المجتمع الدولي لمنع الهجوم. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن لجنة صياغة الدستور التي يعمل عليها النظام السوري والمعارضة أصبحت جاهزة بشكل عام، وقال إن قائمة الأسماء ستسلم مطلع الأسبوع المقبل إلى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي مستورا، معربا عن أمله في أن تجتمع لجنة صياغة الدستور في جنيف مطلع العام المقبل. بعد يومين على هجوم ستراسبورغ، الشرطة الفرنسية تقتل شريف شيكات، وداعش يتبنى، والرئيس ماكرون يزور المدينة.
في عملية أمنية كبيرة وبمشاركة القوات المسلحة، أعلنت الشرطة الفرنسية مقتل منفذ الهجوم في ستراسبورغ شريف شيكات في أحد أحياء المدينة حيث كان يختبئ. وشيكات الذي طارده على مدى يومين المئات من عناصر الشرطة أردته جنوب ستراسبورغ، وما إن لقي شيكات مصرعه برصاص الشرطة الفرنسية حتى تبنى تنظيم داعش الإرهابي الهجوم، وذلك عبر وكالة أعماق الدعائية الناطقة باسمه. النائب العام الفرنسي أعلن أن عدد الضحايا ارتفع إلى 4، مشيرا إلى أن السلطات وضعت رهن الحبس الاحتياطي 2 من محيط شريف شيكات، ليصل بذلك عدد المعتقلين إلى 7. وسط هذه الأجواء نشدت الحكومة الفرنسية متظاهري السترات الصفر عدم التظاهر السبت، وذلك لتمكين الشرطة من تركيز جهودها على الأمن. وقال المتحدث باسم الحكومة إنه لم يتقرر منع التظاهرات، لكنه طالب المعنيين فيها بتحكيم العقل بعد الاعتداء، إلا أن حركة السترات الصفر التي تطالب بمزيد من العدالة الاجتماعية دعت إلى التجمع مجددا السبت في باريس وفي المدن الفرنسية الأخرى. النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. عكار تتضامن مع الرئيس الحريري وتؤكد دعمها لمسيرته الوطنية. وثمانية باحثين يفوزون بجائزة التميز العلمي للعام الحالي. أكد رئيس الجمهورية ميشيل عون تمسك لبنان بأشقاء العرب. كلام عون جاء خلال لقاء وفد الإعلاميات العربيات لمناسبة إطلاق مركزهن في لبنان. تأكيدا على أهمية دور الإعلام في نشر الوعي والمساهمة في تعزيز السلم وإرساء القواعد الأخلاقية في المجتمعات العربية، زار وفد الإعلاميات اللواتي شاركنا في إطلاق مركز الإعلاميات العربيات في لبنان قصر بعبدة، حيث التقوا رئيس الجمهورية ميشيل عون بحضور وزير السياحة أواديس كيدانيان. وإذ تطرق الرئيس عون لمعاناة المرأة في الدول العربية ولبنان، لفت إلى النشاطات الخاصة التي يقوم بها لبنان بهدف إلغاء الفروقات بين المرأة والرجل وحماية المرأة من العنف الأسري وصون كافة حقوقها، مشددا على تمسك لبنان بأشقائه العرب. كيدانيان عرض لأهمية العمل من أجل التذكير بلبنان ودوره خصوصا لدى الدول العربية، فيما أشارت رئيسة مركز الإعلاميات العربيات في لبنان الإعلامية زينة فياض إلى أهمية الإيمان بدور السيدات العربيات في المجال الإعلامي. ودعما لدور المرأة الفعال في المجال الإعلامي، أقامت سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت حفل تكريم على شرف الإعلاميات بحضور وزراء وسفراء وإعلاميين. أن أؤكد على دور المملكة العربية السعودية في تمكين المرأة وإعطائها ودعمها في جميع المجالات، سواء كان في المشاركة السياسية أم في الواقع الإعلامي والتعليمي والطبي والهندسي. وكان قد أقيم احتفال بمناسبة افتتاح مركز الإعلاميات العربيات في لبنان في فندق بريستول برعاية وزير السياحة وبالتعاون مع وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملح مرياشي، ممثلا بمديرة الوكالة الوطنية للإعلام السيدة لور سليمان. وتخلل الحفل كلمات شددت على التضامن العربي وأشادت بدور وسائل الإعلام في توعية المجتمع. في عكار وقفة تضامنية مع الرئيس سعد الحريري وتشديد على عدم القبول بسحب تكليفه بتشكيل الحكومة. تضامنا مع الرئيس المكلف سعد الحريري ووفاء لعطاءاته، احتشد أبناء عكار في خريبة الجندي بحضور عدد من النواب والفاعليات السياسية والاجتماعية والدينية. رئيس دائرة الأوقاف الإسلامية في عكار الشيخ مالك جديدي اعتبر أن الوقفة هي وفاء لدماء الرئيس الشهيد رفيق الحريري، مشيرا إلى أن الرئيس سعد الحريري يمثل الاعتدال في الوطن. لن تسير السفينة حتى يرضى سعد الحريري، تمثل الضمانة لمسيرة الدولة، أنت الخط الأحمر والخط الأزرق والخط الأخضر وكل الخطوط التي تسجل لوحة الوطن الحبيب. بدوره أكد المنسق العام لتيار المستقبل في عكار خالد طه أن كل بيت في عكار هو بيت الرئيس الحريري، مطالبا بتشكيل حكومة إنقاذ تكون برئاسته. تكليفك يا دولة الرئيس بتشكيل الحكومة اللبنانية نابع من محبة اللبنانيين وثقتهم بك،
امضي بنا حيث شئت في سفينتك نحو بر الأمان، فكل ما تقرره نحن نسير به خلفك. صوتتم وأعطيتم الثقة التي تفاءل بها كل الشعب اللبناني بتكليف دولة الرئيس الشيخ سعد الدين رفيق الحريري لتشكيل هذه الحكومة، ولا يسحب هذا التكليف ولا تراجع عن هذا التكليف، إنما المعرقل معروف من هو. لن نقبل منك يا دولة الرئيس، لن نقبل منك بعد اليوم التنازل لمن يشد عصبه بسلاحه وقوته. وأشارت الكلمات إلى المبادرات الإنقاذية التي يقوم بها الرئيس الحريري لإنقاذ الوطن، مطالبة بضرورة تطبيق الدستور. أكد وزير الداخلية والبلديات نواد المشنوق متانة العلاقات اللبنانية الروسية. كلام المشنوق جاء خلال استقباله رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري فروكلين أليكسي بحضور مستشار الرئيس سعد الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان. الجانب الروسي أبلغ الوزير المشنوق أن الحكومة الروسية قررت تسليم الهبة لصالح وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الدفاع. إطلاق جائزة التميز العلمي للعام 2018 برعاية الرئيس الحريري وفوز 8 باحثين. 8 باحثين من أصل 54 مرشحا فازوا بجائزة التميز العلمي للعام 2018، وقد تم تكريمهم خلال حفل نظمه المجلس الوطني للبحوث العلمية في السراي الحكومي برعاية الرئيس المكلف سعد الحريري ممثلا بالنائب بهية الحريري. والمكرمون هم عن جائزة التميز العلمي في العلوم الأساسية والهندسية كل من الدكتور محمد رومية والدكتور طارق غدار، وعن جائزة التميز العلمي في العلوم الطبية كل من الدكتور مروان غصن والدكتور غسان دبيبو. كما نالت جائزة التميز العلمي في العلوم البيئية الدكتورة جوسلين جيرار، وجائزة التميز العلمي في علوم الإنسان والمجتمع الدكتورة نيكول شلهوب، وجائزة الإنجاز العلمي في العلوم الإنسانية الدكتور نادر سراج. كما نالت جائزة الإنجاز العلمي في العلوم الصحية الدكتورة هدى أبو سعد هويجر. وقد ألقيت كلمات لكل من رئيس معهد البحوث العلمية الدكتور جورج تومي والأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور معين حمزي، شددت على أهمية تحويل أبحاث الباحثين إلى مشاريع تنفيذية، في حين اعتبرت النائب بهية الحريري أن الاحتفال بجوائز التميز العلمي 2018 يجدد ثقتنا بأنفسنا وبتجربتنا الوطنية، وأن اللبنانيين يتطلعون إلى تجديد مسيرتهم الوطنية وصناعة استقرارهم وتقدمهم وازدهارهم التي لا يمكن أن تتحقق ما لم يصبح البحث العلمي في صلب إدارة الدولة بكامل مؤسساتها. وفي الختام تم توزيع الشهادات والدروع التكريمية على الباحثين الفائزين. سلسلة اعتصامات نفذها حزب 7 أمام عدد من الوزارات للمطالبة بتشكيل الحكومة، فيما نفذ تحالف متحدون وقفة احتجاجية للمطالبة بإقالة رئيس اللجنة الفنية في الضمان الاجتماعي. سلسلة تحركات قام بها مناصرو حزب 7 للمطالبة بتشكيل فوري للحكومة، فقد أغفلوا مداخل وزارتي الشؤون الاجتماعية والصناعة في بادارو ووزارة العمل في المشرفية، وحاولوا منع الموظفين من دخول المبنى مرددين شعارات وأغاني وطنية. وأثر هذا التحرك قامت فرقة من مكافحة الشغب بإبعاد المعتصمين، وقد أدى هذا الأمر إلى تدافع وتشابك بالأيادي بين الجهتين، إلا أن الأمر انتهى بفتح أبواب الوزارات ودخول الموظفين إلى مكاتبهم ومزاولة عملهم. ولم تقتصر التحركات على احتجاجات حزب 7، بل شهد محيط وزارة العمل أيضا اعتصاما نفذه تحالف متحدون ضد سمير عون رئيس اللجنة الفنية في الضمان الاجتماعي، داعينا إلى كف يده بعد تكرار الشكاوى بحقه بقضايا الفساد. قام تحالف متحدون وآخرين بالتقدم فيها بإثباتات دامغة ووثائق قاطعة. نحن اللي منستغربه أنه ما عنا ولا أي طلب شخصي، ونحن بالأساس محامين نعمل على قضايا قانونية قبل ما نكون متواجدين بالشارع. ومقابل هذا الاعتصام قام اتحاد النهضة العمالي التابع للحزب السوري القومي الذي ينتمي إليه عون بوقفة تضامنية معه. أدى انقلاب شاحنة في منطقة تلة الخياط في بيروت إلى سقوط جريح وإلى أضرار مادية، تقرير محمد حميدة.
حوادث السير التي باتت مشهدا اعتاده اللبنانيون كل يوم في ظل الأرقام المرتفعة للحوادث هذا العام والتي بلغ عدد ضحاياها 281 قتيلا و730 جريحا حتى شهر أيلول. ففي تلة الخياط حالت العناية الإلهية من سقوط ضحايا بعد انقلاب شاحنة كبيرة أدت إلى جرح شخص وإلى أضرار مادية. والأساس أنه فضلوا المطرح هاي بده يصف الكونتينر ورجع الكونتينر طلع لفوق وبده يرجع على أساس أنه بده يرجع ينزل فيمكن كسر أكثر من اللازم صار الكونتينر شكل أل وقلبت التريلا بعدين لحقوا الراس بتاع الكونتينر هيدا اللي صار كله يعني. عدم التزام السائقين بالقوانين أحد أهم الأسباب وراء ارتفاع نسب حوادث السير. مرة جديدة تثبت حوادث السير في لبنان كم أننا بحاجة لخطة سير جديدة أسوة بالدول المتقدمة. محمد حمادي، تلفزيون المستقبل. صفحة الأحوال الجوية مع كريستال عبد الساتر. بونسوار. تعز مستقر عم بيسيطر حاليا على اغلبيه مناطق الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط. تفاصيل اكثر عن طقس لبنان بنشوفها بعد جوله على الدول العربيه. ببلش جولتنا مع القاهره 24 14 بتونس 19 درجه بالرباط 17 ببغداد 16 بدمشق وبالقدس والختام عم بيكون مع الكويت 20 الدوحه 26 والرياض 21 درجه. منوصل هلا طقس لبنان. بكره جو العام عم بيكون صافي الى قليل غيوم مع ارتفاع بدرجات الحراره تتسجل لبكره اقصاها 23 درجه اما ادناها 13 درجه. بالنسبه للرطوبه عم توصل اقصاها 65% اما سرعه الرياح بتسجل 30 كيلومتر بالساعه. الجبل عم تتراوح بين 8 و 14 درجه اما بالداخل عم بتسجل اقصاها 15 درجه. جولتنا اللي بتاخدنا من الشمال لجنوب بتفرجينا أكثر تفاصيل الحرارة ببعض المناطق اللبنانية. بنبلش جولتنا من الشمال مع عكار 22 23 بطرابلس 8 بالأرز 21 درجة بالكورة 22 درجة بالهرمل 18 بالقاع 14 ببعلبك 15 درجة برياق. بنكمل على جبال 21 9 بميروبة 23 درجة بجوني وببعبدة. بيروت كمان عم توصل فيها الحرارة ل 23 درجة وطقسها بيكون صافي إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة تتوصل أقصاها بزحلة وبشتورة لل 14، عنجر 15، مشغرة 22 درجة، جسني 22، 14 برشية، 22 درجة بمرج عيون وببنت جبال، والختام عم بيكون مع بيت الدين 16 والمناطق الجنوبية صيدا سور وقانا و 22 درجة. مثل ما ذكرنا لبكره بيكون في عنا طقس صافي الى الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحراره وانخفاض بنسبه الرطوبه اما بيكون في عنا رياح ناشطه ابتداء من فتره بعد الظهر اما لبكره الحراره بتوصل اقصاها ل 23 درجه اما ادناها ل 16 درجه. بالنسبه لنهار الاحد انخفاض بسيط بدرجات الحراره تتسجل اقصاها 22 درجه اما بالنسبه لنهار الثاني بيكون في عنا انخفاض ملحوظ بدرجات الحراره مع طقس ماطر والحراره بتتراوح بين 16 وال 18 درجه. بمنطقة الأرز الحرارة بتتراوح بين الأربع درجات والثمان درجات. هيدا كان كل شيء لليوم، بشوفكن بكرة. وإلى فقرة رسوم متحررة. علي يوم الكاميرا فوت قنبلة يا خي. عندي مشكلة كبيرة ما عم بعرف حلها. لك خير شو في؟ لك خي ما بعرف، عملت ورحت ومراكز وكل شيء واخدت وطلعت ونزلت ما حدا عم يقبضني. لانه اذا انت مرهون ما حدا بيقبضك. لا لا حبيبي ماني مرهون ولا شيء بس ما حدا عم يقبضني. لك ليك انت اتكت على التاريخ بلكي تاريخك مأخر. لا لا تاريخ مأخر ولا مقدم ولا شيء عادي بس ما حدا عم يقبضني يا خي. طب ليك انا عندي فكرة. شو؟ ليه ما بيجيروك؟ ليك بدي اسألك سؤال. ايه شو في؟ مازال هذا مستقتل لحدا يقبضه، ليه ما نحن بنقبضه؟ لا لا حبيبي نحن ما فينا نقبضه أبدا. ليه؟ هيدا بلا رصيد. هيها. وفي الختام هذا تذكير بالعلون. مش مزبوط هيدا التعامل بالنسبة لتأليف الحكومة هلا. معرقلو تأليف الحكومة متمسكون بشروطهم رغم المساعي لإحداث خرق بجدار الأزمة.
تقرير موديز بشأن لبنان يحذر من ازدياد المخاطر على السيولة الحكومية والاستقرار المالي. الاحتلال الإسرائيلي يشعل محافظات الضفة الغربية وعشرات الآليات تقتحم البيري ورام الله. في الختام نشكركم على المتابعة. إلى اللقاء. إلى اللقاء.